فكان من أوائل الوافدين من خارج اليمن الذين وفدوا من شرق آسيا في إعادة لمن قطع من اتصالهم بالبلدة، وذلك أنهم كانوا يأتون لطلب العلم في القرون السابقة ثم انقطعت مدة قرابة 25 سنة بسبب الظروف التي مرت على البلد، فابتدأت الرجعة من جديد، فوفدوا من شرق آسيا، تبعهم وفود بعد ذلك من أفريقيا ومن بعض الدول العربية، ثم جاءنا بعض الوفود من الدول الغربية والأوروبية، ووجدوا ما يروي ظمأهم في جانب ربط العلم بالتزكية والسير إلى الله تبارك وتعالى.